أهم الحاجات وانت بتصنع المحتوى؟ إنك تربط الكونتنت بالفيجوال. هل ده صعب؟ لا مش صعب. هل ده سهل؟ لا برضو مش سهل، كلام تنمية بشرية عشان يريحك وخلاص. لا هو بس بيبقى حاجة مضيئة تحمسك وتنور لك طريقة، تمام؟ احنا بتوع المجد، بتوع الفيجنس. الميتافيرس ما كانش ينفع تتعمل الا بالفيجنس. بخدمات شركات تانية مقابل خدمات شركته، وده شكل من اشكال المقايضة او تبادل المنفعة. تتفرج على فيلم مليان خدع من غير ما عينك تشوف ولا العديد. هنا بدأت شركة جوجل تعمل تحسينات وتعديلات كبيرة جدا على جوجل أنالتكس لحد ما وصلنا للإصدار الرابع منه في 2022. طب قول لي بقى الهوم بيج ده بيكون عباره عن ايه؟ هقول لك انا. الاوف بيج هو عباره عن كل العمليات اللي بتتم خارج الويب سايت بتاعك. طريق انا جاي هو اجيب اولهم الماركت بينتريشن، وهو عباره عن من اسمه، هو عبارة عن اختراق السوق بوسيلة ما للتجارة.